السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فيديو جديد مشاهد المره تلاميذ المستوى السادس دائما في اطار سلسله فروض المراقبه او المراقبه المستمره لمستويات الابتدائي. اذا هذا الفرض هو نموذج للفرض الثاني من الدوره الاولى لماده الرياضيات. إذا كنت أول مرة كتشوف القناة ما ترددش في المشاركة وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد. كنت مهتم بهذه الفروض أو غيرها بالدروس فهي موجودة في القناة، يكفي أنك ترجع للقناة وتبحث parmi les vidéos. بالنسبة للناس اللي متابعة القناة فما تنسوش أنكم تبارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. كذلك كنتمنى أنكم تدعموا القناة بالإعجاب في الفيديو ولي كومنتار وشكرا لكم. نبدأ على بركة الله بنفس الطريقة دائما قراءة سريعة في يعني في هذه الفروض كما كتشوفوا مأخوذة من موقع وثيقتي. غادي نقراو الأسئلة نحاولوا نشرحوا ومام طو حنا كنقراو كنذكروا بالقواعد اللازمة وفي التالي غتلقاو لي ريبونس المقترح يعني الأسئلة المقترحة الأجوبة المقترحة عفوا قارنوها بالأجوبة اللي عندكم. كنتو مهتمين بهذا يعني هذا لي دوكيمو او غيرها يكفي انكم تقلبوا في لاباج الخاصه بالقناه في فيسبوك، صفحه خاصه بالقناه اللي هي قناه ام اركلي الافكار التربويه. الصفحه الخاصه هي اللي فيها اللوغو نفسه ديال القناه. نبدا انجز ما يلي. هناك اربعه العمليات: جمع، طرح، ضرب وقسمة. 292.6 مقسومة على 7، 651.3 مضروبة في 5.2، وهنا 5827.29 ناقص 3408.1، وهنا 5827.29 زائد 2492.64. بالنسبة للسؤال الثاني، أحط مضاعفات العدد 9 من بين الأعداد التالية. ديجا يعني خصني نعرف كيفاش نعرف مضاعفات العدد 9، هو الذي مجموعها كندير العدد زائد الثاني يعطيني مضاعف العدد 9 اللي يعني اللي قريب للصغير. ثم أحط قواسم العدد 40. قواسم العدد 40 أكيد خصهم يكونوا أولا أصغر من 40، يعني بحال تما كتبان 70 أكيد راه ماشي من القواسم. من انطلاقا من الرؤية ديال 40 يعني هذا العدد ينتهي بصفر وصفر عدد زوجي، إذا 40 تقبل القسمة على 2، 40 بما أن الصفر هو رقم وحدتها إذا تقبل القسمة على 5، وهكذا. حدد المضاعفات المشتركة للعدد 6 و 5 الأصغر من 80. هذا اش غدير؟ تاخذ ورقة الوسخ ديالك كتب المضاعفات العدد 6 كاملين، ومن بعد في دوك المضاعفات غتشوف شكون اللي رقم واحد التي هي يا اما صفر يا اما 5، لان مضاعفات العدد 5 فيهم جوج ديال الشروط، يا اما يكون رقم واحد صفر واما 5 وتاخذهم. أراد مشجعو تمرين رقم 5، أراد مشجعون للمنتخب الوطني المغربي البالغ عددهم 2500 مشجع السفر لدولة قطر لمتابعة المباريات. مشجعين ديال المنتخب المغربي اللي هما عدد ديالهم 2500 بغاو يمشيو لقطر باش يحضروا لي ماتش، علما ان سعه الطائره هي 525 راكبا، كل طياره كتهزنا 525 واحد. السؤال هو شحال من طائره او شحال من رحله لازمه لنقل جميع داك المشجعين لدوله قطر؟ شحال من طائره او شحال من رحله؟ اذا شنو هو خلينا نشوفوا العدد الاجمالي ديال المشجعين على العدد يعني اللي غتهزو كل طائره، وهكذا غادي نعرفوا النتيجه. بالنسبه لهنا جو كالكيل لو بيريمتر الار دو باراليلوغرام، يعني الشكل الاول مطلوب منا نحسبوا محيط ومساحه هذا الشكل. ثم هنا بوي جو كالكيل لار دو بارتي كولوري، ثم الون مساحه الجزء الملون من هذا الشكل. بالنسبه لاخر تمرين هنا احسب ما يلي وذلك بتوظيف خاصيه توزيعيه. 12 350 ضروري تبان لينا التوزيعيه تما. فرد سهل شامل، يعني ديما كما قلت في الفرد الفرنسيه اللي طرحت في القناه
حتى إذا كنت دوزتي الفرض الرياضيات فما فيها بس خدمة الفرض كاستعداد لامتحان الموحد. إذا نبدأ على بركة الله بعملية الجمع. 9 زائد 4 13، أكتب 3 وأحتفظ بالواحد. 3 زائد 6 9، أضع الفاصلة في مكانها. 7 زائد 2 9، 2 زائد 9 11، أكتب الواحد وأحتفظ بالواحد. 9 زائد 4 13، أكتب 3 وأحتفظ بالواحد. 6 زائد 2 8، إذن 8319.93. ثم 5827.29 ناقص 3408.1. 9 ناقص لا شيء 9، 2 ناقص 1 1، أضع الفاصلة في مكانها. 7 ناقص 8 لا يمكن، السلف 10 وأرد السلف. 17 ناقص 8 9، هنا 2 ناقص 1 1، 8 ناقص 4 4، و5 ناقص 3 2، 2419.19. بالنسبة لعملية الضرب، 2 في 3 6، 2 في 1 2، 2 في 5 10، أكتب 0 وأحتفظ بالواحد. 2 في 6 12، والواحد 13، أضع نقطة. 5 في 3 15، أكتب 5 وأحتفظ بالواحد. 5 في 1 5، والواحد 6، 5 في 5 25، أكتب 5 وأحتفظ بالاثنان. 5 في 6 30، والاثنان 32. نقوم بعملية الجمع. 6 زائد لا شيء 6، 2 زائد 5 7، 0 زائد 6 6، 3 زائد 5 8، 1 زائد 2 3، 3 زائد لا شيء 3. نحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة. 2 1 2، نضع الفاصلة. إذن هذا الجداء يساوي 3386.76. بالنسبة لنا 292.6 نقسم على 7، 29 على 7 تعطيني 4، 4 في 7 28. أعتذر، 29 ناقص 28 كيبقى لي 1، أنزل الاثنان. 12 على 7 تساوي 1، 1 في 7 7، 12 ناقص 7 5، أنزل 6 وأضع الفاصلة. إذن 56 مقسومة على 7 8، 8 في 7 56، يبقى لي 0. ننتقل الآن إلى تمرين رقم 2. أحيط مضاعفات العدد 9 من بين الأعداد التالية. إذا مضاعفات العدد 9، 5 لا يمكن حيث صغيرة أصلا، 8 لا يمكن، 9 نعم لأن 1 في 9 9، نعم، 17 لا لأن 17 عدد أولي أصلا، ما عندناش عدد نرمو، 27 نعم من مضاعفات العدد 9 لأن 3 في 9 27، 36 نعم من مضاعفات العدد 9 لأن 4 في 9 36، 38 لا، 42 لا، 44 لا، 54 نعم صحيحة، 6 في 9 تساوي 54. أحيط بذاك قواسم العدد 40، 4 صحيحة، 5 10 20 40 و 8. أحدد المضاعفات المشتركة للعددين 6 و 5 الأصغر من 80، 0 30 60. المسألة، أراد مشجعو للمنتخب الوطني المغربي البالغ عددهم 2500 مشجعا السفر لدولة قطر لمتابعة المباريات، علما أن سعة الطائرة هي 525 راكبا. بغينا نحسبوا عدد الطائرات، شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو عدد المشجعين مقسوم على العدد، يعني الحمولة ديال كل طائرة أو سعة كل طائرة. 2500 مقسوم على 525 تعطيني 4 4 5 20، أكتب الصفر واحتفظ بالاثنان. 4 في 2 10، 8 و2 10، أكتب الصفر واحتفظ بالواحد. 4 في 5 20، والواحد 21، يعني 2500 ناقص 2100 تبقى لي 400، يعني ستمتلئ 4 طائرات عن آخرها وتبقى لي طائرة واحدة فتكون فيها غير 400. إذن وبالتالي يلزم 5 طائرات لنقل جميع المشجعين. بالنسبة للتمرين رقم 6، جو كالكيل لو بيريميتر اي لار دو لا باراليلوغرام، غادي نحسب محيط هذا متوازي الاضلاع. وبالتالي عندي سبعة والطول، وعندي الضلع الثاني 4. اذا باش نحسبوا المحيط، باش نحسب المحيط غادي ندير هذا 7 زائد 4 مضروبه في 2 غتعطيني 11 في 2 22 متر، ولكن باش نحسب المساحه خاصني الارتفاع. اذا هنا خاصني واحد المعلومه اللي هي الارتفاع. بالنسبه لهنا ما يمكنش نحسب، خاصني نزيد يعني الهوتور شحال هو. بالنسبه لهنا حساب مساحه هذا المربع، هذا الجزء الملون، اذا خاصني ندير هنا لارج دو
مهم يعني بالفرنسية، مي أنا زربت وكتبت بالعربية. إذا مساحة المستطيل الأزرق كاملا غادي نديرو المساحة هي الطول في العرض 21 في 8، غتعطيني 168 متر مربع. مساحة المربع الأبيض هو يعني ضلع في الضلع، 4 × 16 متر مربع. وبالتالي إذا بغيت نحسب مساحة الجزء الملون هي 168 ناقص 16، غتعطيني 152 متر مربع. تمرين رقم 7، احسب ما يلي وذلك بتوظيف توزيعية. هاد 350 غتجزئوها ل 300 زائد 50، وبالتالي تساوي 12 × 300 زائد 12 × 50. 12 × 300، 12 × 3 = 36 نزيدو جوج الاصفار، و 12 × 5 = 60 نزيدو صفر، وبالتالي 3600 زائد 600، 4200. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل لتعم الفائده.